على الفوز، مبروك للنادي الاهلي، مبروك للعيبه، هارد لك للاردوكسي. الاردوكسي نادي كبير وفريقه محترم وعنده لاعبين، يعني شفت اكثريتهم يعني لاعبين على مستوى المنتخب وبرضه لعبوا بوصل. فلما استلمت المهمه وطلعت على تركيبه الفريق كانت شوي مهمه كثير صعبه، يعني انا حتى توترت منها شوي لانه كان في فراغ كبير بين الخبره وبين الشباب، فحسيتهم فريقين بين بعض. الحمد لله قدرت اخلق الكيميائيه بينهم، وزي ما شفت الحمد لله طلعت الجيم لنا.